ورياضيا التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تنسيقيات شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار متابعته للمشروعات والبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع التنسيقية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما. وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه يتابع بصفة مستمرة آخر المستجدات في المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي تعمل على رفع الوعي لدى الشباب وإعلاء روح الولاء والانتماء لديهم.